تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج أعزائي المستمعين نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة بكم. بداية نرحب بفريق العمل معنا في البرنامج، معنا في التنسيق ميرا الغفلي، في الإخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. ونعرفكم على أرقام التواصل معنا مع الدكتورة ندى الملا. صباحك الله بالخير دكتورة. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح الأربعاء الجميل والجو اللطيف. الجو برع ما شاء الله اليوم حلو، شمس مشرقة وشوية وبارد. أوكفي 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 عشر دقائق برع. والله عادي محمد جو زين. أذكركم برقم التواصل أول شيء قبل ما أنسى، على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. إذا نتريى مداخلاتكم، نتريى استفساراتكم، نتريى أيضا المواضيع اللي تبون تثرون فيها حلقتنا، لأن مثل ما نقول دائما هذا البرنامج منكم وإليكم. عموما ما ناخذ أول شيء جولة في وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات هيئة الصحة بدبي اللي هي DHA_Dubai بالنسبة للإنستغرام وتويتر وسناب شات، وأيضا عندنا دبي هيلث أثوريتي على اليوتيوب والفيسبوك، وكذلك عندنا تطبيق DHA ميديا اللي هو عبارة عن القناة التلفزيونية الرقمية الذكية الخاصة بهيئة الصحة بدبي. كل هذه القنوات تعمل لاستقبال يعني أراكم واقتراحاتكم، وأيضا تعمل كذلك على مدار الساعة لي يعني التواصل معكم مستمعينا وعملاء هيئة الصحة بدبي. طبعا أنا أخذ هذا البارت عن الأخت أسمى الجناحي، موجودة معنا عبر الهاتف. صبحت الله بالخير أسمى، وشو عندنا جديد على وسائل التواصل الاجتماعي؟ صبحت الله بالنور والسرور عليك وعلى كل المستمعين أخو حمود دكتورة ندى. عندنا بعض الأشياء اللي قاعدين يعني نشرناها اليوم أمس واليوم، من ضمنها الأطباء الزائرين. موضوع أطباء الزائرين مهم، يهم وايد عندنا شريحة كبيرة من المتعاملين. فنحب نقول لهم إن عشان يعرفون أطباء الزائرين يكونوا حسابنا اللي هم 5 أطباء جايين من عدة بلدان اللي هم الهند وبلجيكا وأمريكا. من هالدول موجودين خلال شهر سبتمبر، فعشان يعرفون مواعيدهم والتواريخ هاي كلها يتابعون يدخلون حساباتنا على الانستغرام وتويتر، راح يحصلون الأسماء والمستشفيات اللي فيها أطباء الزائرين. هني أبغى أضيف شغلة إذا تسمحي لي يا أسماء، أن موضوع الأطباء الزائرين دكتورة يعني وجودهم أن الواحد يكتسب أول شيء ممكن يعطي فرصة للمرضى اللي ممكن قبل نحن نبعثهم على بلدان هؤلاء الأطباء، ولكن صحيح. الآن لا، صارت الفكرة أنه ليش ما نجيب هذه الخبرات عندنا في هيئة الصحة
منها يشوفون المرضى ومنها أيضا الأطباء اللي عاملين عندنا في الهيئة يستفيدون كذلك من التقنيات اللي قد تكون فريدة في التخصص هذا عند هذا الطبيب، وهو يكون الأفضل عالميا موجود في هذا التخصص. فهي عملية تبادل خبرات وأيضا عملية يعني توفير عناء السفر على المرضى. تفضلي أسماء، آسف على المقاطعة. غير هذا احنا تكلمنا عن ايضا بكتيريا السالمونيا. بكتيريا السالمونيا وهي بكتيريا لها علاقه كبيره بالتسمم، التسمم الغذائي. فشو سالفه البكتيريا، من وين طلعت، هالتفاصيل كلها ايضا موجوده في حسابنا على السوشيال ميديا. جميل. ونختمها بالرساله الصباحيه وهي تقول: الكثير من الأفكار الموجودة من حولنا، ولكن وحدها الأفكار المبتكرة تنير لنا الطريق نحو التميز. كل مبتكرا وساهم في مسيرة التميز. صحيح. يا شكرا لك يا أسماء، رسالة جميلة، شكرا جزيلا. طيب دكتورة، أنا قبل أقرأ دراستنا اليوم، البكتيريا هذه تعرف شو يسمونها؟ بكتيريا الدجاج. زين. سلمونيلا هي يعني أكثر بكتيريا مشهورة بالحالات التسمم الغذائي، والموجودة أكثر شيء في الدجاج، واللي احنا تخلي الناس يتخوفون من الدجاج، ودائما نقول لازم الدجاج يكون مغسول جيدا، مطبوخ زين، ما نشارك الأسطح اللي نقص عليها الدجاج، أو حتى السكاكين، أو حتى اللي في الإسفنجات التنظيف ما تتشاركوا من الدجاج والخضرة، لأن السلمونيلا ممكن تنتقل بسهولة وتسوي تسمم غذائي. جميل. إذا دراستنا اليوم بعيدة عن الدياي. حلوة الدراسة مالت اليوم. إيه. بعيدة عن الدياي، تقول توصلت دراسة علمية إلى أن تناول الشوكولاتة بانتظام يفيد القلب، ووجد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل ما يصل إلى 3 ألواح شهريا مو بيوميا. شهريا يعني خلال الشهر. شو وجد تقولي حلوة. إنزين. يخفض خطر تعرض الإنسان للإصابة بقصور القلب بنسبة 13% مقارنة مع عدم تناولها على الإطلاق، بحسب ما نشرته صحيفة صن البريطانية. وتؤدي حالات قصور القلب إلى تورم الساقين وضيق التنفس، مع احتمال أن يقضي المريض ما لم يتم العلاج والتدخل الجراحي، يقضي الموضوع يعني الوفاة يقولونها. المهم، يقول الباحثون أن المركبات الطبيعية في الكاكاو تسمى فلافونويد، تعزز صحة الأوعية الدموية وتساعد على تقليل الالتهاب. شو اسم الدكتور؟ أي دكتور؟ اللي سوى الدراسة، اللي هو من كلية الطب في تشيكاريت كيرتا وونغ. اسمه تي شوكلت تدري. من هي والله شكريت من شوكولاته. المهم، هذا الدكتور في ماونت سيناي بنيويورك يقول ان الشوكولاته كعلاج شعبي يعد علاج صحي في حاله تناول كميات صغيره منه. ويحذر الدكتور، قول اسمه، تشيكاريت. إنزين، من تناول كميات كبيرة، لأن بعض أنواع الشوكولاتة قد تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة. تستند النتائج التي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونخ على دراسات شملت أكثر من 575,000 شخص. ما شاء الله، يعني نص مليون وأكثر، يعني هي قاعدة كبيرة. شو اسم الدكتور؟ عن دورك أنت تقول. أنا ما عارف أقول اسمه الصراحة. تيكاريت كيراتا وونغ. لا. كيريتانا وونغ. عايل توك تقول ما تعرف تقول اسمه. مش وونغ. المهم الدكتور صراحة يعني خذ أقرب شيء إلى قلوب كل النساء والرجال، يعني هو الشوكولاتة، لأن كثير من الناس يحبون الشوكولاتة، ما أعتقد في حد ما يحب 100%. صح. مع اختلاف، في ناس تحب الأبيض، في ناس تحب الحليب، في ناس تحب الداركة الداكنة. فسوى دراسة على هذه، وفعلا ترى نبتة الكاكاو محمود من زمان وايد لها كان أصلا فوائدها بداية علاجية، عقب احنا خربناها نضفنا عليها الدهون والأشياء الثانية. دائما دكتور الواحد يقول لا ضرر ولا ضرار، الواحد بالضبط. يكون متوسط. هني يقولوا لك هني سلم عليك عمر زين. شكرا. وعندنا خلاص ما مناكل دياي يقول البقيش، وعندنا أبو علي على الخط. صبحك الله بالخير يا أبو علي.
صباحكم الله بنور والسرور. تفضل يا سيدي. أنا أخوي تفضل. عجبني البرنامج. الله يسلمك. لأن طال عمرك أنا زوجتي شيف. ما شاء الله صدق. الحمد لله. لأن في درسة هي في قرية المعرفة في مدرسة ICCA. ما شاء الله. جميل. فهذا واحد من أول الأشياء اللي تعلموها. عن الشوكولات. عن مش الشوكولات عن البكتيريا يعني خاصة عن البكتيريا. أي البكتيريا مالت إيه مالت الدجاج هي. نعم. تفضل. البكتيريا هاي السلمونيلا موجودة في الدجاج. نعم. وموجودة في البيض. أنا أفضل استخدام البيض المبستر اللي هو في موجود في شركة في البيض اسمها بيض صحة ما سووا لها يعني دعاية. أي. لكن الشركة الوحيدة في الإمارات تسوي بيض مبستر شركة صحة. جميل. إن المبستر يعني خالي من السلمونيلا. خالي من البكتيريا. حتى غالي لكن مفيد ما في ينتقل من أمراض يعني. جميل. الحين يوم انت يعني رجل محظوظ اذا حرمتك شيف ما شاء الله يقولون يعني الوصول الى قلب الرجل معدته. شو تخصصك شيف؟ حلويات شيف يعني اكيد تطبخ كل شيء. كل شيف يطبخ عنده تخصص يكون محمود بالعاده تلاقيه مثل موالح اكثر بيتزا ايطالي حلويات. اذا حلويات يعني حبيتها اوريدي صحيه. خلينا على الخضر اكثر شيء فيجيتاريان. يعطيك الف عافيه يا اخوي. اخبركم عن السلمونيلا. السلمونيلا خاصه اذا انت كنت تطبخ يعني الرجل مش عيب اذا كان يطبخ في البيت. هل عندك هالمعلومه؟ اذا طبخت ولمست الدجاج على طول اغسل ايدك بصابون بكتيريا. صحيح. تقريبا 20 ثانيه عشان تروح بكتيريا من ايدك تقريبا 20 ثانيه. صحيح صحيح. حتى لو لمست البيض. نعم صحيح اخوي. وافضل البيض المبستر لانه خالي من البكتيريا. حتى لو انت مثلا في ناس تسوي البيض المقلي اللي هو بيض يسمونه بيض عيون صح ولا اللي هو هاف كوك تقدر تاكل عادي ما في اي بكتيريا تقدر. يا سلام والله ابو علي انا خاف انت الشيف مو بهي. لا والله هي علمتني صراحه. تعلمه لازم تتعلم لانه يمكن انا تصير لي ظروف امرض يوم من الايام. زين. انت تكون موجود في البيت. صحيح بالفعل. صحيح. يعني مره يوم من الايام قامت يعني المسكينه محمومه وعلى طول اللستة موجودة خبيتها وطبخت بنفس الشيء نفس الطعام. ممتاز يعني يعطيها العافية يعني. ويعطيك العافية أخوي وسلم على زوجتك. الله يوصل. بالنسبة للشوكولات يفضل دار الشوكولات. نعم. إنه هي هاي المفيدة للقلب أكثر. أحسنت. شكرا لك يا أبو علي. شكرا جزيلا. نهارك سعيد. شكرا لك. نطلع فاصل دكتورة بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معاكم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-1414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب ما نطرح موضوع بعد جميل من المواضيع اللي نتكلم فيها عن خدمات مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب. معانا عبر الهاتف الدكتور محمد القليوبي استشاري الأمراض النسائية والعقم وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة بمركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير. السلام عليكم لحضرتك ولإخواننا اللي بيسمعون. شكرا لك دكتور. صباح النور دكتور. يعني هذا المركز مركز دبي للإخصاب هو واحد من المراكز المتميزة جدا التابعة لهيئة الصحة بدبي. هنالك الكثير من الخدمات التي تقدم ضمن هذا المركز. في البداية خلنا نعرف الجمهور بشكل عام عن المركز والخدمات اللي يقدمها. هو الحقيقة المركز بتاعنا من المراكز المتميزة عالميا حتى كمان لأنه من أوائل المراكز اللي اتعملت في المنطقة عموما. يعني المركز بتاعنا من سنة 1991 وكان لنا إنجازات مثلا معروفة على مستوى العالم حتى في إن احنا عملنا حاجات أول مرة تتعمل في العالم. المركز بيتو طبيعة متخصصة في علاج الناس اللي عندهم تأخر في الحمل سواء لمرض موجود في الزوجة أو لمرض موجود في الزوج أو للاتنين معه. جميع التقنيات تقريبا المتوفرة في العالم من كل هذه أنواع العلاجات موجودة بفضل الله عز وجل موجودة عندنا. ونسب النجاح الموجودة عندنا بتقارن بصراحة إما كانتش بعض ساعات بتسبق نسب النجاح الموجودة على مستوى العالم بفضل الله عز وجل. جميل. دكتور
طبعا مركز الإخصاب متخصص مثل ما تفضلت بالناس اللي عندهم صعوبات في الحمل، فشو أبرز الأسباب اللي ممكن تسبب صعوبة الحمل سواء كان عند المرأة أو عند الرجل؟ الرجل ما بالنسبة للحاجات اللي منتشرة في أهلنا موجودين في دولة الإمارات، نعم. في عندنا مرض التكيس على المبيض، نعم. في عندنا مرض بطنة الرحم المهاجرة، وفي عندنا زيادة في الوزن شوية، فده برضو بيقلل فرص الحمل. صحيح. بالنسبة للرجال الحقيقة إن إحنا ابتدينا نلاحظ ده على مستوى العالم كله مش بس في دولة الإمارات، إن نسب الرجال اللي عندهم ضعف في الحيوانات المنوية بيزيد، وإحنا لغاية دلوقتي كأطباء بننسب هذا إلى العوامل البيئية. نعم. طبعا دلوقتي على مستوى العالم كله الهواء ملوث في حتة معينة، الأكل ملوث في حتة معينة، الضغوط النفسية أكتر. صحيح. والتدخين أيضا، وبرضو الرجال برضو هذا يزيد، يعني مش زي زمان يعني. فالكلام دوت برضو من لحظة عندنا ان في زيادة في حالات الضعف في انتاج الحيوانات المنوية للعوامل البيئية. كتير من الرجال بيدخنوا، في بعض طبعا الناس الاجانب وكده بيشرب كحوليات بنسب عالية وحاجات زي كده. الحين الحريم يدخون اكثر من الرجال دكتور. هو بس بيحط اللوم على الحرمة دكتور. لا 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 اوكي الرجال مو مشكلة الحين، لكن الحرمة اذا هي حامل وقاعدة تدخن يعني هي ما قاعدة تضر نفسها. الحين الدكتور يقول قبل هي بعدها ما تحمل، تبات تحمل المشكلة، تبات تحمل. الحقيقة أنه هو تدخين الرجل، يعني تدخين المرأة دي مصيبة مما لا شك فيها، صح. لكن لو الرجل بيدخن والست بتاعته ما بتدخنش بيسبب حاجات كتيرة، منها أن الست ما تخلفش، لو خلفت ممكن تسقط، ممكن الحمل يبقى خارج الرحم، ممكن يبقى فيه ضعف في نمو الجنين، ممكن تشوهات في الأجنة، ممكن الولادة القيصرية، وممكن الولادة المبكرة، وممكن حاجة اسمها بنسميها سادن كوديس، اللي هو تحط الطفل يعني طفل اتولد وكل حاجة حطته في السرير، تلاقيه تاني يوم بأمر الله عز وجل نفسه توقف وتوفاه الله. صحيح. الحاجات دي كلها بتزيد لو كان الأب بيدخن. صح. ده عالميا احنا الدراسات دي خلصنا منها. ايه دكتور انا التدخين والمياه الغازية والحاجات اللي زي كده بصراحة مضرة جدا، والناس مش واخدة بالها انها فعلا مضرة جدا يعني. صح دكتور. يعني اتطرقت للمياه الغازية هذه، يعني مسألة وايد مهمة، لان الكثير من الناس قاعدين يستهلكون هذه المشروبات الغازية، في بعضهم يستهلكون مشروبات الطاقة هذه اللي في السوق موجودة، وهذه لها آثار مباشرة جدا زين على الإنجاب، وأيضا حتى على صحة الجسم بشكل كبير، فأبغى أتطرق لهذه المسألة بشكل مفصل دكتور. أي أنا ممكن ألخص حضرتك بحاجة بسيطة جدا. الحاجة يعني إزازة مياه غازية مثلا من اللي هي 250 ملي أو 300 ملي فيها 16 معلقة سكر وزويهم ملح، فكفاية أنا أقول كده يعني. أنا لو وديت لحضرتك كوباية مية مدوب فيها 16 معلقة سكر مش هتشربها، لكن دي بتشرب. لا المشكلة بتاعت كده ان انا عندي لخبطة في النظام المناعي بتاع الجسم، لخبطة في عمل السكر في الجسم نتيجة المياه الغازية ومشبراته بالطاقة. واول ما الجسم بيتبع عليه ضغط من الحاجات اللي زي كده، الجسم بيوجه كل شغله للحاجات الحساسية الاساسية عشان تشتغل، اللي هي المخ والقلب والرئة والكلى. الحاجات اللي مش اساسية قوي بيقوم زي عارف زي اللي بهمل الحاجة لان انا ما اقدرش اشيل كل ده. صحيح. طبعا الحاجات اللي بتقوم الخصية والمبيض والحاجات زي كده بيقوموا مهملين. صحيح. الجلد بيقوم مهمل، فعشان كده الحاجات دي كلها في الآخر بتقلل مناعة الجسم، بتزود احتمالات إصاباته بالأمراض، وبتعمل حاجة اسمها كرونيك يعني مزمن، كأن أنا عندي التهاب مزمن في صحيح. جسمي. صحيح. فبيقلل مناعة. فمن كل العوامل من كل الأمور المفروض الحاجات دي ما تتخدش إلا بنسب يعني قليلة قوي يعني مرة مثلا في أسبوعين ثلاثة ولا حاجة ما ماشي، لكن كل يوم في ناس بتشرب كل يوم. والله مرة كثرة أسابيع زين دكتور يعني. صح. بتعمل للبنات هشاشة عظام لأنها بتمنع امتصاص الكالسيوم، والكالسيوم مهم جدا لتلقيح البويضة. فأنا لو نقلت الكالسيوم من الجسم تدخل الست في هشاشة عظام. صحيح. وبقول لحضرتك أنا بس بقول للمرضى بتوعي أنا في عندي يعني مريضة 18-19 سنة نزلت من العربية كعبلت في العباية رجلها الاثنين اتكسرت، تشرب كل يوم إذا ستين بيبس يا جماعة 18 سنة يعني دي المفروض بتتنطط ما فيش مشاكل. بالضبط. صحيح. رجلها كده دي حاجة طبعا. والحين بعد يعني أحجام المواليد دكتور قامت تصغر، ما تحسوا مثل المواليد الأوليين هذي فيهم صحة يطلع المولود تحس أنه
قوي. دي ممكن تكون لها عوامل كتيرة بصراحة، يعني ممكن تكون لها عوامل كتيرة، لكن برضو من ضمن الحاجات الأساسية عوامل البيئة والمرأة بتتغذى إيه، لأن الست وهي حامل لو تغذيتها سليمة في الغالب جسمها سليم، في الغالب الطفل هيبقى سليم، لكن التغذية لو مش مظبوطة ممكن يبقى عندنا مشاكل. طيب. في زيادة في النسب، اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكر نتيجة الوزن الزيادة، وده برضو يعمل نقص في نمو الجنين. صحيح. سامحيني دكتورة، بس أنا هذا السؤال اللي يشغل بال معظم الأزواج حديثي الزواج دكتور، متى يجب على الزوجين التوجه إلى مركز خاص بالخصوبة؟ نعم. الكلام ده جيد جدا. أول حاجة اللي تعرفنا لكلمة تأخر في الحمل معناها أن اتنين متزوجين ما بيستخدموش أي حاجة تمنع الحمل. نعم. وبقالهم سنة بيحاولوا. نعم. لكن دوت هو يعني هو ده حتى قانون الإمارات ماشي على كده. نعم. لكن لو عمر المرأة كبير في السن، بمعنى إيه كبير في السن؟ يعني مثلا سيدة عمرها فوق 35 سنة مثلا. نعم. أو رجل كبير في السن، يعني كبير في السن يعني عمره فوق 45 سنة، أعتقد إن إحنا ممكن نخليها 6 أشهر. نعم. ييجوا يعملوا فحوصات ونطمن، لو ما فيش مشاكل خلاص حاولوا تاني، لكن لو كان في مشاكل يبقى بسرعة بقى نحاول نساعدهم في الخلف. صحيح. طيب. فالعملية لها ربط شوية بالعمر بتاع المرأة وعمر الرجل، واخد بال حضرتك، والفترة اللي بقى لهم فيهم متجوزين بيحاولوا. صحيح. دكتور، لو نمر على السريع على الاعتمادات الدولية للحصول عليها مركز دبي للأخصاب. ايوه اتخبرنا عنها. احنا 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 الحقيقه اول ناس في المستوى الخليج الميدل ايست حسب علمي، يعني او يعني على الاقل 100% في منطقه الخليج. نعم. نحصل على اعتراف دولي بالمعمل بتاعنا والمركز بتاعنا من كندا اكريديتيشن. هو في ثلاث حاجات معروفه في مستوى العالم بتدي اعترافات دوليه في مجال الاطفال الانابيب. نعم. احنا جبنا واحده منهم يعني. جميل. احنا اول ناس نعمل الحاجات دي الحمد لله بفضل الله عز وجل وبجهود طبعا الناس اللي هم اللي موجودين في هيئه الصحه طبعا، يعني اساعدونا كتير جدا. عندكم شغله جميل هي، تفضل دكتور. عفوا. لا اتفضل. إيه؟ وفي نفس الوقت احنا كمان مش بس كده، احنا بنشتغل في منطقه دبي الحره، مدينه دبي الطبيه. ودول برضو عندهم نوع من انواع الاكريديتيشن المعترف بيه. صحيح. ودلوقتي طبعا احنا بنعمل كمان الايزو. جميل. ما شاء الله. واخدين ما شاء الله خطوات، يعني احنا عندنا 4-5 مجموعات بتفتش علينا كل شويه الحمد لله. وتفتيش صارم دكتور، لان اليات العمل والبروسيس اللي تمشون عليه بروسيس صارم، لان فيها يعني امور كثيره يعني مما لا شك فيه، مما لا شك فيها لسلامه المريض والجنين واولياء الامور، سلامه الاجنه. إيه؟ سلامه. صحيح. الاجنه، الحيوان المنوي والبويضه، وسلامه. صحيح. الكلام ده كله، ومنع التام لاي نوع من انواع الاحتمالات حتى ان يكون في خلط. صح. يعني دي صحيح. ما فيش خلط، ما فيش حاجه منك حد تقبل يعني. صحيح. فالحاجات صحيح. دي كلها لازم تتقطع، يعني مش رقابه بس رقابه انسانيه، لا في مكان بيراقب حاجات معينه وحاجات تانية، واكتر من واحد بيعمل حاجه، يعني مثلا مش واحد بس يعمل البروسيس دي، لا مع 2-3 بيعملوا ويتنس عشان نطمن ان ما فيش نوع اي نوع من انواع اللخبطه. صحيح. طيب دكتور، ايضا كنت ابغى اتكلم عن اللي يميز مركز دبي عن غيره من المراكز الخصوبه اللي متواجده سواء في الدوله او في المنطقه ككل. يعني هو الحقيقه احنا مركز قديم قوي، يعني بصراحه من فتره طويله احنا موجودين، يعني فعند المركز عنده خبره حاجات كتير قوي، عندنا حاجات كتيره استابليشت يعني. لكن اهم حاجه بتميزني احنا بصراحه ان هيئه الصحه ما تاخرش علينا. الاجهزه اللي موجوده عندنا اعلى انواع الاجهزه، الميديا اللي احنا بنشتريها بنشتغل بيها احسن انواع الموجوده في السوق كله. جميل. فهم ما بيتاخروش علينا من ناحيه ايه، استرفوا بس ادونا نتائج كويسه. فاحنا فعلا عندنا احدث اجهزه على مستوى عالي جدا من الجوده، حتى لو كانت غاليه. ميديا عندنا كويسه جدا حتى لو كانت غاليه، واخد بال حضرتك. وطبعا دوت في النهايه بيساعدنا ان احنا نطلع احسن نتائج. بالطبع. لو انا بشتغل في القطاع الخاص طبعا هحسب كل حاجه، يعني ما يعني انا عشان اشيل جهاز مثلا 8.5 مليون، اقول امتى اجيب النص مليون دول وربح معاهم. بالظبط. واخد بال حضرتك. فيمكن البرايفت يبقى
متقيد شويه بالحاجات اللي هي ايه صح. المكسب، لكن هنا الدوله ما بتدورش على مكسب، بتدور على خدمه تقدم تليق بدوله زي دوله الامارات. جميل. وده الحمد لله هو ده اللي بيحصل. في شيء حلو بعد تسووه له دائما انا ابغى اذكره للمستمعين دكتور، ان انتم عندكم لقاء سنوي دائما مع حتى الناس اللي استفادوا من خدمات المركز وعندهم اولاد في مجموعه مزبوط. من الاهالي حتى عندهم مزبوط. توم واللي عندهم مزبوط. احنا بنعمل حفله يعني تقريبا سنويه بنحتفل بيها بالناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وهب لهم اطفال وحاجات زي كده عن طريق العلاج في المركز. يعني عندك الارقام دكتور ولا بتساعدنا اكتر من المرضى؟ يعني المرضى بيبقوا سعداء جدا لكن بتساعدنا احنا، لانها يعني سبحان الله انت برضو بتتبسط لما حد يتحقق الحلم الجميل صح. ده عندك صحيح. دكتور ارقام بالنسبه لعدد المواليد اللي يعني من خلال المركز عندكم اذا تتذكر؟ انا ادري ان هذا السؤال يعني احنا اخر احصائيه مش في دماغي قوي يعني بس اخر احصائيه اعطينا قاعدين على 4200 حاجه بس دي بقى لها فتره شويه لان احنا طبعا بنجدد الكلام ده كل صح. مثلا سنه صح فما يعني اخر حاجه بتهيألي كان معدي ال 4000 حاجه زي كده. ممتاز ممتاز جميل. نحن نتمنى لكم التوفيق دكتور، وما أدري إذا تبغي تقول كلمة أخيرة قبل أن نختم معك. أنا جزاك الله كل خير على استضافتي، وأرجو أن يكون الكلام اللي أنا قلته ده مفيد للإخوة اللي بيسمعونا وفينا لأنه ما تبغي توجه نصيحة قبل لا نختم دكتور اللي يسمعونا حاليا نصيحة طبية؟ والله أنا بنصح الجميع بأنهم يحاولوا غيروا طريقة المعيشة دي، لأن بصراحة إحنا بنشوف ناس دلوقتي المشكلة في تأخير الحمل كلها عادات الأكل وما فيش رياضة والحاجات زي كده، التدخين صحيح. بعض شبابنا بيروح ياخد يروح الجيم وياخد الحقن اللي هي بتاعت الاسترويدز دي وحاجات زي كده ودوت بيقتل المنية عنده بيقتله شباب صغير يعني 17-18 سنة عمال ياخد حقن عشان عضلاته وكده بتقوم قتلاله المنية. فأتمنى من الله عز وجل إن شبابنا ما يقعش لا في تدخين ولا في أي حاجة تانية ولا ياخد الحاجات اللي هي بتقتل المنية بصراحة. جميل. هذا كمان نخصص لهذا الموضوع حلقة كاملة دكتور، وما نتناول فيها كل الجوانب، يعني هذا جانب واحد من الجوانب اللي يعني للأسف الشباب هابين فيها هبة، لموضوع الواحد يروح الجيم وياخذ بعض الهرمونات وبعض صح. مزبوط. ده مضر جدا يعني. أي. جدا يعني اوكي سويت لك عضل وهذا وبعدين اخر شيء هي مثل النفاخه عرفت ورا الخلفه حرام يعني. جزاك الله خير يا دكتور يعني. الله يخليك دكتور محمد القليوبي استشاري الامراض النسائيه والعقم وعضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه بمركز دبي للامراض النسائيه والاخصاء في هيئه الصحه بدبي، كان معنا عبر الهاتف وتحدثنا عن هذا الموضوع. شوفي دائما اي موضوع نفتحه زين نروح ونرد دكتوره على شغلتين، أول شغلة اللي هي التغذية السليمة صح. الشغلة الثانية نمط الحياة بالضبط. كل الأمراض كل الأشياء نلف وندور على نفس لا نفس السبب المركزي وبس بعد تتفرع منها الأسباب الفرعية مثل ما يقولون. عموما ما ناخذ فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم عن شغلة جميلة تم إنقاذ حياة مسافر في مطار دبي عانى من نوبتين قلبيتين الحمد لله، يعني الإخوان في عيادات المطار وفي هيئة الصحة بدبي استطاعوا أن ينقذون حياة هذا المسافر. رب العالمين كاتب له عمر جديد طبعا، هذا كله بفضل من رب العالمين في البداية، واثنين بفضل الكوادر المؤهلة والإمكانيات التي تمتلكها مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. شو تفاصيل هذا الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله منعرفكم عنها. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا دكتورة على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. إنزين هني أم محمد يعني أنا خصصت قلت لك تابعيني باكر إنزين، وتكلمنا عن نواة التمر بالتفصيل، كانت معنا
الأخت حصة الشيبي تكلمنا عن تفاصيل نواة التمر اللي يستخدمونها في القهوة دكتورة. صحيح. إنزين، وقالت إن شيء وايد مفيد. تبغين تضيفين شيء دكتورة على الموضوع؟ بس شيئين بضيف عليه. طبعا نواة التمر وايد لها فوائد، أهم فائدتين لها فيها مضادات الأكسدة لتحمي من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب التاجية، وفيها مادة اسمها أوليك أسيد اللي هي مادة ترفع لكم الكوليسترول المفيد وتخفض الكوليسترول الضار، وبالتالي تحمي من الإصابة بالفشل القلبي. جميل. طيب كان في يعني هني في تعليق يقول الأمراض كثرت والأطباء أكثر منهم. شيء زين. زين. السلام عليكم، أرجو المعذرة، التدخين سم القاتل. نعم، لكن مع احترام لكم ليس له علاقة بالحمل. وشكرا أبو برعي. شكرا لك دكتور أبو برعي، شكرا. زين، يعني كيف ما العلاقة؟ الله يهديك. إنزين، هني الكلام اللي يقولونه الدكاترة ترى ما يقولونه من فراغ، وما قاعد يقول الكلام ويعقلها، هذه دراسات محمود سنوات يسوونها بعدين يطلع فيها الدكتور ويتكلم. إنزين، شو يقول هني؟ هذه خصنا ما يخصنا صح؟ لا أتوقع لا. إنزين يا جماعة الخير، المسجات اللي تخص البث المباشر نعيد ونزيد ونكرر. الساعة 10:55 أو 9:55 يخلص البرنامج. وحتى المكالمات بعد قالت لي ميرا، لأن ما تعطون فرصة للأشخاص اللي يبغون يتصلون بالفعل لبرنامج صحة وسعادة. طيب قبل الفاصل كنا نتكلم عن إنقاذ حالة في مطار دبي تعرضت إلى نوبتين قلبيتين. نعم، رح نتكلم عن هالموضوع. معانا في الاستوديو الدكتور أحمد فتحي شكر، طبيب أخصائي في عيادة مطار دبي. صباحك ورد دكتور، نورتنا. صباح الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام. تعطينا أول شيء شو استوى في الحالة، شو كان الوضع، شو وصلكم خبر عنها؟ إحنا دايما في عيادة مطار دبي التابع لمستشفى راشد، دايما بنتلقى اتصالات من مركز الاتصال للحالات الحرجة الموجود في مطار دبي. بيطلبوا دايما الطبيب في الحالات الحرجة مثل السكتات القلبية. في هذه الحالة يعني إحنا كنا يوم الخميس بعد منتصف الليل تقريبا، كان مسافر عمره 82 سنة باكستاني عائد من رحلة الحج. وأثناء وهو ماشي في مطار دبي في المغادرون مبنى 3 سقط في القادمون في المغادرون. أوكي. سقط فجأة وتوقف القلب وتوقف النبض. نعم. هو كان طالع ولا جاي على هو دبي؟ ترانزيت جاي من رحلة الحج مسافر على باكستان. نعم. فاتصلوا فينا الجماعة بتوع مركز الاتصال حالات الحرجة، والطبيب والفريق التمريض توجه مباشرة مع التجهيزات الطبية إلى المكان الحادث. في خلال 3 دقائق كان وصل هناك. جميل. وجد المسعفين يقوم بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي. وبعد ما فحص المريض وجد أنه في توقف النبض والقلب، فأمر مباشرة باستمرار الإنعاش القلبي، وأمر بإعطاء الصدمات الكهربائية والأدوية لإنعاش القلب. جميل. وبفضل الله بعد 3-4 دقائق عاد المريض النبض والعلامات الحيوية فيه. فتوجه الطبيب مباشرة بالإسعاف إلى بمرافقة المريض إلى مستشفى راشد، وطبعا كان تحت المراقبة الطبية والمونيتور. وأثناء الطريق في تقريبا قبل جسر الكرهود عودت المريض الحالة السكتة القلبية مرة ثانية. وطبعا يعتبر هذا تحدي للطبيب أنه يعطي صدمات كهربائية مرة أخرى في أثناء الإسعاف وهي تمشي بسرعة كبيرة. صحيح. ولكن بفضل الله تم إعطاء صدمات كهربائية وأدوية، وتم تنشيط القلب، والحمد لله عادت العلامات الحيوية والنبض والضغط بدأ يتحسن واستقرت الحالة، ووصل بسلامة الله إلى مستشفى راشد، وتوجه مباشرة إلى غرفة الإنعاش في الطوارئ لاستكمال الفحوصات واستقرار الحالة الحمد لله. وهو بعد ما تحسن حالته بيبعتوه إلى قسم العناية المركزة. جميل. دكتور، المريض شو كان عنده مشاكل صحية قبل اللي تبرر أنه أصاب نوبتين قلبيتين متتابعات في فترة قصيرة؟ هو بأخذ القصة من الأسرة كان المرافقين قالوا أنه هو كان يعاني من كسور في القلب اللي هي الإسكيميك هارت ديز، وكان يأخذ أدوية. وطبعا الحالات دي دايما ما تحصل نتيجة قصور القلب أو أو الرجفان البطيني بالضبط. صحيح. أو نتيجة الإرهاق الشديد بالذات في كبار السن. صحيح.
فيعني حالات بنشوفها ممكن 4-5 حالات كل شهر في مطار دبي. صحيح. فدكتور هاي من السؤال، احنا المسافرين اللي عندهم حالات مرضية خاصة، امراض في القلب، قصور في القلب، سكري ممكن يكون عندهم، شو الاحتياطات لازم ياخذها المسافر عشان لا سمح الله ما تجي نوبة قلبية او ما تسوء مضاعفات المرض اللي هو عنده؟ ده سؤال جميل. يعني احنا غالبا بننصح المرضى اذا كان عنده امراض مزمنة مثل القلب والضغط والسكري، انه دايما يراجع الطبيب المختص قبل السفر ويكون معاه الأدوية الكافية لفترة السفر، ويتجنب الإرهاق والتوتر، وطبعا بننصحه بعدم التدخين أو وشرب السوائل والراحة التامة قبل السفر. جميل. وإذا كان مريض يعني حالته مستقرة بننصحه أنه برضه يأخذ بعض الأدوية معاه للطوارئ يعني في الرحلة. جميل. والإكثار من شرب السوائل وعدم بذل مجهود قوي. صحيح. أوكي. دكتور، يعني أنت تحدث عن الخدمات اللي تقدم في عيادة مطار في معرض الحديث يعني، لكن نحن نبغي نعرف هذه الخدمات اللي تقدمونها، الحملات التوعوية اللي أيضا تقومون بها، وكذلك يعني في سؤال هنا يقول هل أمراض القلب تجي فجأة ولا بسبب أمراض معينة؟ أولا بالنسبة للخدمات، عيادة مطار دبي مجهزة بفضل الله لاستقبال كافة الحالات. يعني كل ما يخطر على بالك موجود الحالات. كم عيادة عندنا تقريبا؟ عندنا 3 عيادات، مبنى 1 ومبنى 3 في عيادتين، كونكورس A وB وC، وفي عيادة كمان في مركز المكتوم في جبل علي. في جبل علي، صحيح. ويعني العيادة مجهزة بكافة الإمكانات والمتخصصين من الأطباء، صحيح. معظمهم متخصصين في طب الطوارئ، ويتم دايما عطائهم دورات تدريبية أو حضور مؤتمرات في طب الطوارئ. أحسن. والحمد لله هيئة الصحة لا تبخل عنها بأي شيء، وتقوم باللازم. وأيضا هذه الخدمات، توفير كل الخدمات هذه. أحب أن أضيف أن هذه الخدمات مقدمة بفضل الله مجانية للكافة المسافرين، حتى للموظفين في المطار والعاملين في المطار. ممتاز. مسألة مهمة دكتور، لأن أنتوا يعني الخدمات اللي تقدمونها شوية أدفانس أكثر عن الخدمات، يعني أكيد دور الإسعافات الأولية مهم جدا. وأيضا أطباء الطوارئ بعد كذلك دورهم أهم. شو ممكن يعني إضافة على السؤال، ولا خلينا نرجع لسؤال أم نادية بالنسبة لأمراض القلب، هل تي بروحها دكتور ولا لا؟ وهذا يقودني إلى السؤال الوعكات الصحية بشكل عام اللي تكلمت عنها الدكتورة، نبغي يعني شوية نصايح أكثر لتفادي مثل هذه الوعكات الصحية في السفر، في السفر بشكل عام. طبعا بننصح زي ما ذكرنا سليفا أن مريض القلب أو الضغط السكري يكون دايما يراجع الطبيب قبل السفر، ويكون معاه كميات كافية من العلاج لفترة السفر. وإذا كان هيسافر إلى مناطق يعني فيها بعض الأمراض أو الأوبئة، عليه أن يأخذ التطعيمات اللازمة. صحيح. وأن يأخذ مثلا الملاريا، يأخذ الأدوية الوقائية للملاريا. وعليه طبعا أنه المسافر لمسافات طويلة زي أمريكا وأوروبا، بتكون بننصحه دايما أنه يحرك رجليه وقدميه أثناء الرحلة، لتجنب الجلطات الرئوية والسقين. صحيح. وبننصحه دايما أنه يتجنب الوجبات السريعة، وأن يغسل الخضروات قبل الأكل. صحيح. وأن يكسر من السوائل. وبالذات الحوامل أيضا أضيف، أحب أن أشير الحوامل يجب عليهم أن تراجع طبيب أمراض النساء قبل السفر لاستشارة الطبيب، لأن غالبا شركات الطيران بتطلب شهادة لياقة طبية. صحيح. فالأفضل تراجع الطبيب أمراض النساء قبل السفر يعني. جميل. دكتور بس نعرج على السريع، ما جاوبنا على السؤال أو شيء أم نادي، أو شيء نجاوب على السؤال بعد السؤال. هو بالنسبة للأعراض، أعراض النوبات القلبية. أعراض النوبات القلبية غالبا بتكون مثلا في آلام في الصدر، ضيق في التنفس، إجهاد أو إرهاق أو دوخة. صحيح. فالمريض أول ما يحس بهذه الأعراض عليه أن يأخذ أدويته إذا كانت موجودة معه، أو يتوجه. صحيح. لأقرب مركز طبي، أو يستدعي الطوارئ مباشرة يعني. جميل. إن شاء الله. دكتور بحكم خبرتكم في عيادات المطار، شو أكثر الحالات تمر عليكم يعني من المسافرين؟ يعني معظم الحالات هي بنقسم الحالات إلى حرجة ومتوسطة. الحالات الحرجة زي السكتة القلبية والنوبات. نعم. القلبية
والجلطات الرئوية والجلطات المخ. ولكن بنشوف حالات برضو متوسطة زي القيء والإسهال وحالات النزلات المعوية. ألام الأذن دايما تصيب المسافرين. بنشوف دايما حالات حتى الأطفال نشوف يجوا دايما بالترجيع والقيء والإسهال والحرارة. وطبعا الحالات الحرجة بنقوم بعمل اللازم للإسعافات الأولية وتحويلها مباشرة إلى مستشفيات هيئة الصحة. أما الحالات المستقرة بنقوم بعلاجها في عيادة المطار وبنكتب لها الوصفة الطبية اللازمة وبننصحه ببعض الإرشادات الطبية ويراجع الطبيب بعد عند الوصول إلى مقر. أهم نصيحة تبغى توجهها للمسافر دكتور شو هي؟ والله سؤال جميل. أهم حاجة دائما أنه يكون ياخد راحة قبل النوم، يعني نوم كافي قبل السفر، ما يجهدش نفسه إرهاق شديد قبل السفر، وعليه أنه ياخذ الأدوية اللازمة قبل السفر معاه، لأن أحيانا بيحصل مشاكل أثناء الرحلة، بيكون مشاكل أحيانا بعض الرحلات بترجع بسبب نوبات بالذات مريض الأزمة والربو، فعليه دائما يكون معاه الأدوية بتاعته أثناء الرحلة ويتجنب أي إرهاق وتوتر، ومراجعة الطبيب أفضل قبل الرحلة أفضل شيء يعني إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور. نشكر هيئة الصحة على الجهود وبالتنسيق مع هيئة الإسعاف وهيئة الطيران المدني اللي دايما في تنسيق بيننا بخصوص الحالات. صحيح صحيح. نحن أيضا شركائنا الاستراتيجيين نقدم لهم التحية على المجهود الكبير اللي يقدمونه، سواء إذا ما تحدثنا عن طيران المدني أو شرطة دبي أو حتى مركز الإسعاف وغيرهم، ما نبغي ننسى حد فيهم. يعني دكتور أحمد فتحي شكر، طبيب أخصائي في عيادة المطار، نحن شاكرين لك هذا التواجد، أتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا لك. شكرا. دكتورة قبل لا أختم، في هني سؤال كان يتكلم عن اللهم صل على محمد، وين صار السلام، وين صار السؤال؟ هل يوجد علاج جذري لمرض حمى البحر المتوسط؟ لازم أبحث في هذا الموضوع أكثر، والله ما 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 أقدر أجاوب عليه، ما عندي خبرة وايدة في الموضوع. آلام في الصدر والجهد في التنفس، أعتقد هي تقول عن أعراض النوبة القلبية. أي صح. انزين هني ابو برع تستاهل، يقول اشكرك لمنح الدكتوراه فخريه. تستاهل يا ابو برع، انت من المستمعين المخلصين للبرنامج. ابو محمد ان شاء الله سمعتي هالمره كانوا يتحدثون عن نواه التمر. طيب يا سلام. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد. نحن أبغي أتوجه بالشكر الجزيل لميرا الغفلي، ما قصرتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا مخرجنا المبدع ناصر السليمي. شكرا لك دكتورة ندى. شكرا لكم. بس ونراكم على خير إن شاء الله باكر. حتى ناصر حتى ناصر يقول لحنتيها يعني. انزين شكرا دكتورة، شكرا لكم مستمعينا، هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، حتى نلقاكم في الغد، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.